وحده. قبل ما تسافر وصت جوزها يهتم بالقطة، وبعد أسبوع اتصلت عليه تسلم وتسأل عن القطة. قالها والله القطة ماتت. صارت تصيح وتبكي وتقول حرام عليك، ليش قلت لي الخبر مرة واحدة؟ انت عارفني ما متحمل، كان قلت لي اليوم انها بتلعب على السطح، وبكرة قلت لي انها وقعت عن السطح وتأذت، وبعد بكرة قلت لي انها ماتت. على العموم الله يسامحك. المهم كيف ابوي؟ قالها ابوكي بيلعب على السطح. يا مرحب يا مرحب، ما تسلمي على حماتك يا وردة.